التوكل. إن توكل سبق تواغ. رجل من الناس يريد يحفظ القرآن. آه هم بوق دينها مغتا ما بيأس هي ميمورايز لهم تا. يقول أنا متوكل على الله معتمد على الله لا على غيره. هناك ولون يا إنك تتوكل فالله سبحانه وتعالى أين أنا مدوسي فالله سبحانه وتعالى بوات مالين كان فالله راه. حتى نعرف أنه متوكل أو لا نسأله ثلاثة أسئلة. هسوبايا كي نتنتو إن تويني إنك تتوكل فالله سبحانه وتعالى أسبونتو إن تو بعسبويني. هل أنت صادق أو لا؟ أن بعسبويني كوبنال كوبنال تودي بيبي سرامويا. يقول نعم أنا صادق في اعتمادي على الله لا على غيره. إنكو إنك بيبي سرالو إنك بيبي سرالو ياسين بنال. الثاني هل أنت واثق في أن الله ميسر لك حفظ القرآن؟ نين بكروانيا إن إن إنك وانا غمدوسي إن الله سبحانه وتعالى بلوها ينكيمو إن بميمورايز موسين قرآن أو تشك أتواك نكدوار واكو. قال والله لا أشك أبدا. نعم بان جواب يلون يا إناك ويني ويرون باك دوار وا. السؤال الثالث نعم بان أسوي كاتو هل أنت تأخذ بالأسباب المشروعة تحفظ في كل يوم؟ أونك هنا مرأي ما أمو إن ما سبب بيناسي ميمورايز كو أدلو أدلو يأون تقرأ في كل يوم؟ أتوا كا أدلو أدلو مكبسكوا؟ هل تدرس على شيخ وتحفظ على القرآن؟ أتوا نعجيكوا هم بوكورو ياون هسوبايا ما بنعجيمو ما ميمورايز من القرآن؟ أو أنت تنام وتلعب؟ أتوا إنكوا ياون نتوتو بقوسنك بابا نام سجى؟ قال لا أنا في كل يوم أحفظ وراجع ولدي شيخ أحفظ على القرآن. لو نجابوكون سيناكويني أدلو أدلو مك ميمورايز. سامبيل مكتاه بام بوغورو ياون ميمورايز كانيا. اذا هذا معناه ان هذا الرجل متوكل على الله. نعم معنى ان تاو ياون انسيا انك توكل في الله سبحانه وتعالى. توفرت هذه الامور الثلاثه والله اعلم. ياون ديماتون كانيا ان تو بغرجا ان هنانيا.